السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحلقه الثالثه من تحدي المشروبات، احنا النهارده في اورو بلانكو، حاجتي جاهزه، مصطفى هناك هو بيجهز الحاجه بتاعته. والنهارده احنا عندنا تحدي صعب شويه، اشترطنا على بعض ان الانجريدينز اللي هنستخدمها تكون كلها من السوبر ماركت وما تعديش ال 20 جنيه. فهنعمل ايه وهو عمل ايه؟ الموضوع كان صعب جدا، انا بقيت عمال الف في السوبر ماركت، يعني اجيب ده الاقيه غالي، طب اجيب ده الاقيه غالي، بس الحمد لله توفقت ان انا جبت حاجه هنعرفها مع بعض طبعا خلال الحلقه. هنطلب الاسبريسو بتاعنا كالعاده ونضيفهم على الحاجه اللي معانا وندوق ونتست، ولما نوصل لاحسن تست هنبدا ندوق الضيوف اللي معانا ونشوف يا ترى مين هيكسب. فتتوقعوا مين المره دي اللي هيكسب؟ خليكم معانا. احمد اخبارك ايه؟ زي الفل. جاهز؟ صباح الفل. انا جاهز. جاهز؟ جاهزين. انا محتاج 2 دبل شوت. اوكي. وانت؟ ليه؟ انا حر وهحتاج تلج. اي المعلقه وقعت. هو انا يا وقع معلقه يا وقع مشروب يا وقع حاجه، انا ايه حكايتي؟ انا عامل لي دبل شوت واحد مبدئيا. اوكي. طبعا انا هحتاج الدبل شوت دول عشان انا هضيف حاجه وهقلبها على الاسبريسو بتاعي، وبعد كده اضيفها على الانجريدينز الاساسيه بتاعتنا واللي هي عباره عن ايه؟ ما تيجوا نشوف. كده اظن انتوا شفتوا ايه اللي انا هضيفه على الاسبريسو بتاعي، الحاجه اللي شفتوها لما شلت الكوبايه. فانا عملت ده ليه؟ عشان اعزز طعم المشروب بتاعي، لاني انا هقدمه ساقع وهو نفسه الطعم فيه مش قوي قوي، فحبيت ان انا اكسر حته ان هو طعمه ضعيف وان انا هزود عليه تلج بان انا اقوي شويه الفليفر اللي انا هستخدمه. شكك فاهم يا نصه. ده كده الاثنين دبل شوت بتوعي، فانا هاخدهم على جنب وهضيف عليهم الحاجه بتاعتي واقلبها وارجع لكم. قهوه عدلات حطيتي، والله العظيم انا عندي فضول اعرف انت حطيتي ايه. شو اقول لك؟ هضيفها على المشروب بتاعي. هتست دلوقتي واشوف. ما انا عايز اتست انا كمان. احنا متفقين. انا ما بعرفش انت بتعمل ايه وانت ما تعرفش انا بعمل ايه. ماشي. شوف خلينا انا من حلاوته عمال اشرب فيه، ربنا يستر واخلي لهم شويه. شمموني بس والله. والله ما بهزرش، اشم بس. عشان ممكن اجيب لك اللي جواه كمان زي المره اللي فاتت. وقرفه صح؟ فيها قرفه؟ فيها قرفه. طب شممني شويه. لا نو. جاهز؟ جاهز. وانا كمان جاهز. احنا معانا احمد ومعانا ضيف، تعالى يا ضيف عشان تظهر في الكاميرا معانا، تعالى تعالى عشان نعرف الناس بيك. احمد اسامه هيدوق معانا، تعالى كمان ضيف. الاستاذ براء هيدخل برضو يدوق معانا. في برضو طبعا جيس موجودين هندوقهم وناخد رايهم، بس لو ما هوش طلع في الكاميرا مفيش مشكله، بس يبقى بنقوي بس الاراء بتاعتنا. دلوقتي احنا المفروض هيبداوا يدوقوا. اتفضلوا اعملوا التيست بتاعكم وقولوا لنا، او يعني جمعوا اراء وقولوا لنا في الاخر مين اللي كسب، بتاعي انا ولا بتاع مصطفى. بص ايه احمد لا احمد زواقه بياكل مشروب. احمد زواقه بصراحه هيعجبه مشروبي اكتر، عشان كل واحد يقول رايه فعلا بمنتهى، عشان هو اطفالي شويه. انا لما شفتك بتضرب عرفت انت بتعمل ايه. عرفت. أه؟ عرفت انت بتعمل ايه، بس المهم تكون جبت الغالي مش الرخيص. لا والله الازرق مش البنفسجي. ليه ده؟ عرفت ازاي؟ لا انا بقول لك طالما ضربت بقى، اصل كان في دماغي ان اجيب اللي انت بتعمله ده. كله جاهز دلوقتي يا جماعه؟ احمد تبتدي مني انا؟ اه احمد ضن. انا مبدئيا الاثنين بصراحه والله طعمهم حلو فعلا. الاثنين وحشين قوي. لا 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 بجد والله انا خلصت. بس انا عجبني اللي على اليمين اكتر لسبب. ايه اللي على اليمين؟ اللي هو مين؟ اللي على اليمين ده بتاعي انا. صابر. اه لسبب انك ما بتحبش الشوكولاته. وانا جاي معاك. لا وانا اللي هروحك في نقطه ثانيه. المشروب بتاعك فعلا حلو والله، بس هو ده محتاج يبقى في الشتاء ويبقى دافي. شتاء ودافي. فعلا طعمه كاكاو دافي كده اللي هو شوكولاته. تمام. اوكي احمد. انا اختار ده. اللي على اليمين. اوه تمام. ليه؟ عجبني اكتر فول بادي. اوكي. التيست بتاعه ظاهر في البق كله. الثاني البادي بتاعه لو خالص ووتري شويه. تمام. براء. الشوكولاته طبعا طبعا. اهلا. تمام. ابني قلبي. تمام. الشوكولاته. طيب الضيوف اللي معانا الفاتح ولا الغامق؟ الفاتح. 2-2 الفاتح. واو. احنا سعداء جدا والله بالنتيجه دي، وحلوه التشالنج. الحلقه الجايه في تشالنج اصعب بكتير. صح صح. بس انا عايز اقول على حاجه حصلت المره دي ومختلفه عن كل مره. احنا كل مره بيبقى في 3 حكام
فالمره دي لو احنا كنا مشينا برأي الثلاث حكام اللي معانا انا كنت كسبان، بس لان احنا حطينا ناس مش واخده فلوس ومش ما قدرتش ان انا الحق يعني ابعت لهم على فودافون كاش، فربنا الحمد لله. عامه انت عارف البيت بتاعي عشان هتاخد براءه تروحوا، انا جاي صح كده، تعالى براءه برا. شكرا لكم وسعداء ان احنا معاكم في الحلقات دي، ولو عندكم افكار لحاجات زي كده قولوها لنا ممكن نعملها تشالنجز، واللي حابب يبقى معانا في الحلقات دي يتواصل معانا عشان يبقى معانا جادج في المسابقه. نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.